بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أخونا يقول يلاحظ أن بعضا من المسلمين يشاركون المسيحيين في عيد الميلاد أو الكريسماس كما يسمونه ويرجو التوجيه. لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم، بل يجب ترك ذلك، لأن من شبه بقوفه منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهتهم والتخلق بأخلاقهم، فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك، وألا يساعد في إقامة هذه الأعياد بأي شيء، لأنها أعياد مخالفة لشرع الله، ويقيمها أعداء الله، فلا يجوز الاشتراك فيها ولا التعاون مع أهلها ولا مساعدتهم بأي شيء، لا بالشاي ولا بالقهوة ولا بأي شيء من الأمور كالأواني ونحوها. وأيضا يقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمشاركة مع الكفرة في أعيادهم نوع من التعاون على الإثم والعدوان. فالواجب على كل مسلم على كل مسلمة ترك ذلك، ولا ينبغي للآخر يغتر بالناس في أفعالهم. الواجب أن ينظر في الشرع في الإسلام وما جاء به، وأن يمتثل أمر الله ورسوله، وأن لا ينظر إلى أمور الناس، فإن أكثر الخلق لا يبالي بما شرع الله، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. فالعوائد المخالفة للشرع لا يجوز الأخذ بها وإن فعلها الناس، والمؤمن يزن أفعاله وأقواله ويزن أفعال الناس وأقوال الناس بالكتاب والسنة، بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن وافقهما أو أحدهما فهو المقبول، وإن تركه الناس، ومن خالفهما أو أحدهما فهو المردود وإن فعله الناس. خلق الله جميع التوفيق والهداية.